العيد مظهر من أعظم مظاهر الفرح. كيف كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يعلن هذا العيد ويظهر هذا الفرح في أفعاله وفي أحواله؟ نتعلم منه صلى الله عليه وسلم كيف نفرح بفضل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى فتح لنا باب للفرح، وأن نعبر عن هذا الفرح بكل معاني التعبير التي نستطيعها في حدود ما وجهنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. دخل سيدنا أبو بكر على بنت سيدتنا عائشة، وجد عندها جاريتان تغنيان، فقال مزمار من مزامير الشيطان في بيت رسول الله. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال دعها، فإن لكل قوم عيد وإن هذا هو عيدنا. النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يظهر الناس الفرح بهذا الموسم، لأن هذا الفرح فرح بفضل الله. هو الفرح نفسه هذا هو عبادة من العبادات، يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. ليلة العيد من الليالي اللي يحتاج الإنسان يهتم فيها ويقتنص فيها الفضل ويتشبه فيها بالحبيب صلى الله عليه وسلم. من أجمل الأشياء أننا نتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاتنا وقيامنا وأعمالنا، ونتشبه به في أيام العيد وفي كيف كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقضي أيام العيد. ليلة العيد قيامها من أفضل الأيام، لأن الله سبحانه وتعالى يعتق فيها مثل ما أعتق في رمضان كله. ليلة العيد يحتاج الإنسان يتهيأ قبل أن يخرج لصلاة العيد، يغتسل ويلبس أحسن الثياب، يتطيب، يقلم أظافره، كل أنواع النظافة والطهارة واستخدام الطيب يحتاج أن يجعلها في العيد إظهارا للفرح. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يأمر أن يخرج النساء والأطفال حتى الحيم، يريد أن يخرج الناس كلهم في ساحة الأرض مظهرين نعمة الله وفرحهم بفضل الله سبحانه وتعالى. من سنن العيد التي كان يعملها صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل قبل أن يخرج لصلاة الفجر، وقبل أن يخرج للعيد كان يأكل صلى الله عليه وسلم شيء من التمر أو شيء من المأكولات. هذا بالنسبة لعيد الفطر. وعيد الأضحى كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بعد صلاة العيد، يعود فيأكل شيء من الهدي الذي نحره أو من الأضحية التي قدمها لله سبحانه وتعالى في يوم العيد. إذا فرحنا بالعيد وانبسطنا بالعيد وأظهرنا الفرح، لازم الإنسان ينتبه لا يخلي الفرح أحيانا ربما يخرج إلى نكد، استخدام بعض الأدوات، بعض المتفجرات، بعض الأشياء اللي ربما تسبب للإنسان خطر، والإنسان يستخدم طريقة معينة في السواقة. كل المظاهر التي فيها خطر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، حتى نهى عن حمل السلاح يوم العيد، أن الإنسان لا يخرج ومعه شيء ربما يضر الناس. أفضل العبادات وأشرفها في ليالي العيد هو التكبير، أن نضج بأصواتنا لله سبحانه وتعالى ونملأ هذا العالم كله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا شعار الإسلام، التكبير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر والصحابة يكبرون معه، كان الصحابة يكبرون في منى فيسمع أهل مكة تكبيرهم. التكبير ينبغي أن يملأ شوارعنا، أسواقنا، بيوتنا، أجهزتنا. ليالي العيد ينبغي أن نضج بهذا التكبير، والتكبير معنى بيننا وبين الله. عندما أعيش أنا معنى الله أكبر الله أكبر، كل ما شفت مظهر من مظاهر الدنيا، مظهر من مظاهر العيد، الله أكبر، الله اللي في قلبي هو أكبر من كل شيء. إذا عشت معنى التكبير وتذوقت حلاوته في أيام العيد، سأكتشف شيء. النبي ما جعلنا نكبر ونضج بالتكبير في أيام العيد إلا في سر. كبر 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 وارفع صوتك هذا اليوم، وستكتشف هذا السر إن شاء الله تعالى لمعنى التكبير. من أهم أعمال العيد الأضحية، في عيد الأضحى تقديم الأضاحي هو من أعظم العبادات، فإن له بكل قطرة وبكل شعرة أجر وحسنة عند الله سبحانه وتعالى، وتقسيم لحمها على الناس فيه فرحة كبيرة. وفي عيد الفطر لزوم أداء زكاة الفطر المهمة، وأن الإنسان بنفسه يشرف على أخذها ويخرج صاع من الطعام الذي في البلد ويوزعه على المحتاجين من الفقراء. فرحة العيد فرحة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، ينبغي الإنسان يستغلها. النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا الصيام في أيام العيد، مع أن الصيام من أعظم العبادات، لكن هذا الوقت وقت فرح،
افرح، حتى لو عندك بعض الأشياء التي تضايقك في حياتك، أيام العيد اجعلها أيام فرحة وبهجة، لأن الفرح في هذا المكان له خصوصية، ولعلك بفرحك في هذا العيد أن تفرح بالعيد الكبير. ما هو العيد الكبير؟ العيد الكبير بالفرح بلقاء الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في دار الكرامة. نسأل الله أن يجعل عيدنا في الدنيا سبب لعيدنا في الآخرة برضا الله ومجاورة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.